صفحات الغش وشاومنج تحدد وقالت هنروح جامعة القاهرة، واحنا في نفس الوقت احنا تحديناها واحنا في عمق الامتحان اهو، ويا دوب لسه الاسبوع الثاني بادئ احنا بنتحداها طبعا ان تقترب من جامعة القاهرة. لدينا نظام صارم جدا، سواء في نوعية الامتحانات التي الآن تقوم في غالبها يمكن أكثر من 90% منها على الفهم والاستيعاب. الأمر الثاني النظم الإدارية لطباعة الامتحانات وبنوك الأسئلة مؤمنة تماما، ليس هناك أي شكاوى. في شكاوى مضطردة من طلبة كلية الحقوق إن هم أول سنة أول فصل دراسي يطبق عليهم نظام الساعتين وليس الثلاث ساعات، ففي مشكلة حقيقية، مشكلة قايمة إنه بعض الأساتذة مش بيراعوا أو مش متعودين يراعوا الساعتين، والطلبة في إجابتهم أيضا مش قادرين يتكيفوا مع الساعتين. في لجان الجامعة مشكلاها والكلية مشكلاها للنظر في هذه المسألة والتدخل وقت الحاجة حتى لا يضر الطلاب. لذلك أنا بأؤكد وبرسل رسالة طمأنة لطلبة كلية الحقوق إنه لدينا حسابات لكل شيء، وإذا كان الامتحان جاء غير متصف مع الوقت ستتدخل اللجان الممتحنين وفقا للإطار الذي نص عليه قانون تنظيم الجامعات لضمان العدالة بين الطلاب. هذه مسألة مفروغ منها.